سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، شهيدنا الأعزاء في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم للفتوى هل سألوا. باسمكم أرحب بالأساتذة والمشايخ الأفاضل الذين يحضرون معنا في هذه الأمسية الطيبة. أبدأ على يميني فضيلة الشيخ سعيد بوزري، أهلا وسهلا بك شيخ. الله يسلمك أخي طه، مرحبا بكم. فضيلة الشيخ عبد القادر بن عزوز، أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا بكم. إذا مشاهدينا الأعزاء كما عودناكم نطرح موضوعا نستفيد فيه ونتعلم من مشايخنا وأساتذتنا، ثم بعد ذلك نفتح الهاتف لمن يود السؤال والاستفسار في القضايا الفقهية والشرعية. أبدأ معكم فضيلة الشيخ دكتور عبد القادر بن عزوز، تحدثوا في هذه الأمسية ما دمنا في يوم أغلب برامجه تعنى بموضوع التربية. اليوم نلاحظ بأن التكنولوجيا طغت على كثير من جزئيات حياتنا، أبناؤنا والتربية. اليوم كيف يستطيع الأباء أن يربي الأبناء تربية صحيحة في ظل قيم الإسلامية، كل ذلك في ظل طغيان وسائل التكنولوجيا الحديثة؟ شكرا أستاذ طه، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني حقيقة ما ذكرت أستاذ طه هو أمر ليس بالسهل وليس بالهين، مع هذه نقول الأشياء المتجددة التي تتجدد إذا صح التعبير يوميا، إلا وهناك برامج وتقنيات على مستوى الشبكة، هذه شبكة الإنترنت، وهي فيها من الأشياء الجميلة جدا، وفيها بالمقابل أيضا أشياء أيضا تضر بالأفراد أو تضر بالجماعات، يعني بالمجتمع ككل يعني. والمتابعة، ولهذا في كثير من المؤسسات يعني هي تقوم بما سمى شبكة الخضراء أو كذا، فهي ربما بالمقابل أيضا تعطي لنا برامجا وهي لحماية، وتعتبر هذه البرامج عبارة عن جدار مثل الجدار الواقي، بمعنى أن هناك بعض البرامج بعض المشاهد عفوا التي يجنب منها خاصة الأطفال. فقد يكون بعض الأباء ربما على وعي بهذه البرامج وهي تطبيقات تحمل وتنزل، وبعض الأحيان هناك مؤسسات أيضا رسمية في بعض الدول هي التي تقوم بذلك، فلا يسمح إلا لبرامج معينة، والبرامج التي هي مشبوهة أو غير ذلك فإنه يعني ممكن. ولكن لا ننسى أيضا أن هناك كما هناك برامج لحماية هذه المنظومة القيم، هناك أيضا برامج من تجتهد في طمس أو في تحطيم هذه البرامج، يعني كلما كانت هناك برامج إلا وهناك أشياء مضادة لها أيضا. وبالتالي فخاصة إذا تعود نقول أولادنا إذا تعودوا هذا الشيء، فإنهم يصبحون أيضا هم بإمكانهم يتحكموا أن يتصوروا هذه البرامج، أقصد التصور من كان ما تصور الجدار، بمعنى لا يصبح هذا الجدار حاميا، لأنهم يعرفون التقنيات لكي يتجاوزوا هذه الجدران وهذه الجدران. نعم، البعض منهم من هو أكثر منا معرفة وتقنية بهذه البرامج، ولكن تبقى دائما صعب، لأن هذا الشيء يبقى دائما مرتبط بالجانب القيمي الإخلاقي الذي ربي عليه. يعني أننا لا نستطيع بمعنى أن الآن مهما يعني وضعت برامج الحماية، فإن أكثر حماية هي بناء الإنسان. هو الإنسان عندما يبنى بناء صحيحا وهناك من الرعاية من الأباء ومن الأمهات، والوعي موجود ومنظومة القيم موجودة أصلا عند الأبوين، عند الأب والأم موجودة أصلا، فهذه تنقل إليه، ممكن تنقل إليه. نعم، قد يتعثر في مواضع معينة وربما يتجاوز هذه الجدران والممنوعات، ولكن فقد يرجع إذا كان عنده، إذا عنده هذه القيم. ولكن إذا ترك هكذا لوحده، أكيد لا ترك لوحده، فإن طبع الإنسان هو الاستكشاف، وفينا هذا الفضول، نحن. ولهذا بعض البقوسين يعني بعض المفسرين أو بعض من ذكر لما تحدث عن قصة آدم عليه الصلاة والسلام وقصة الشجرة، فقال ما هو إلا فضول، إحنا فيه غريزة الاكتشاف الأشياء
إذا بالتالي فكل كل ممنوع مرغوب، إذا فهو تحركت فيه غرائزه ليس مما تحركت فيها. فكذلك نحن أيضا ونحن الآن في هذا العمر في كثير من الأحيان تتحرك فينا غرائز الاكتشاف، حتى ربما نعرف أن هناك أشياء ولكن نجد أن هذه النفس تأمرنا بفعل أشياء وهكذا. إذا فمنظومة القيم، إذا نعم صحيح منظومة القيم هي التي تتحول إلى نقول إلى هذه البرامج، ولكن إذا لا إذا كان هذا هذا بين قوسين هذا المستعمل من أبناء بناتنا إذا كان غير منسجم معها فهو لا يؤمن بها، وهو يستطيع أن يتجاوز هذه البرامج، يعني حتى وإذا وضعت له فإنه يستطيع بطريقة أخرى يسأل من هم أكثر منه دراية ودربة في هذه المعلومات، ويستطيع أن يتجاوز هذه ويدخل إلى المواقع التي يريدها إلى آخره. إذن هناك نحن لا نريد المنع، لأن المنع والكبت هذا والمنع يولد يعني مزيد حرص، ولكن نريد حرية مسؤولة، يعني نريد من أن نعلم أبنائنا أنهم أحرار، ولكن انتبه حريتك هي مسؤولية، يعني بمعنى أن تنتبه هناك منظومة من القيم، منظومة من القيم الأخلاق الخاصة بالفرد أو منظومة قيم مشتركة بين المجموع، فلا يمكن أن نتجاوز هذه القيم، خاصة ربما قد يكون استطاعها عندما يكون الأمر فيما بيني وبين الشيء الذي أنظر إليه أكتشفه ولا يتعداني هذا الشيء، مقبول بين قوسين، يعني لأنه لا قد يتسبب ربما في ضرر قليل جدا، ولكن عندما تنتقل وتصبح يعني بمعنى قاسما مشتركا بين مجموعة من أبنائنا وبناتنا وجيراننا وهكذا ومن المجتمع، فهناك يعني هنا المشكلة، لأن يصبح منظومة القيم التي ربما ربينا عليها أبنائنا تصبح مهددة. ولكن يجب بمعنى أيضا نحن مطالبين أن نربي أبنائنا على زمان غير زماننا، فأنت لا تستطيع بمعنى أن تقول له مجرد الكلام، لأن الآن أصبحت الكلمة هي الصورة، وأصبحت الكلمة هي هذا الرموز التي يتبادل. إذا كنت لا أعرف الرموز التي تكتب مثلا أو يستعين بها أبنائي ومثل أبناء أو البنات إلى آخره، فأنا كيف أستطيع أن أدرك أن منظومة القيم الأسرية مثلا أنها قد انتهكت وأنها تتحطم شيئا في شيء، إذا لم أكن أنا أيضا وصلت إلى بمعنى بمتابعتي للأحداث أنني أعرف أن هذه منظومة، فبالتالي البعض لا يعرف أصلا حتى كيف يدخل على هذه الشبكة. بالتالي فنحن بحاجة، حماية الشيء تحتاج إلى وعي عند الآباء والأمهات، وتحتاج ثم بعد ذلك هذا الوعي هو الذي ينقل إلى أبنائنا وبناتنا، خاصة في هذا العمر المتقدم من السن، بعد أن يصل إلى سن معينة سن البلوغ، نسميه سن البلوغ الشرعي أو القانوني، فيصبح الآن هو مسؤول عن تصرفاته، الآن هذا هنا انتهت مسؤولية الآباء، يصبح دور الأب هو النصيحة والتوجيه، ليس دورا مثل الدور، لأن التربية قد مرت عليها وقت قد مضى. إذن حركة متسارعة من المعلومات ومن انتقال ومن التكنولوجيا، فهذا أيضا تستدعي منا أيضا نحن بالمقابل أن تكون هناك أيضا حركة عندنا أيضا نحن نتعلم وأن ننقل منظومة القيم. إذا كانت الصورة هي التي تؤثر فيها فالمفروض أن تكون هناك مؤسسات اجتماعية أيضا تعطي هذه القيم، وكثير من الأحيان وجدنا مجموعة من القيم نراها مثلا يتقاسمها بعض الشباب مثلا في فعل الخير في كذا، وهي ولكن هذه ما أخذوها مشافهة، وإنما أخذوها من خلال الصورة والصوت الموجود على هذه الشبكات. يعني جزاك الله خير، بارك الله فيك دكتور عبد القادر. الشيخ سعيد في نفسي الموضوع هو موضوع بحر، موضوع كبير جدا، كلما تحدثنا لن نستطيع أن نفيه حقه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. الشيخ سعيد، اليوم أصبحنا نرى أطفالا في مقتبل يعني الأعمار 5 سنوات إلى 6 إلى 10 يدمنون على هذه الوسائل في ظل غياب للأباء والأمهات بسبب أو بآخر، الوظيف، الأشغال، السفر إلى غير ذلك. كيف يمكن أو كيف نتصور أن ينشأ هذا الجيل في ظل تربية صحيحة وقويمة أيضا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الطبيعة تأبى الفراغ، لا شك أن هذا الزمان كما تفضلتم وتفضل أخي عبد القادر بالبيان، وزمان أفرز جملة من التحديات الكبرى في ظل هذه الثورات
الثورة التكنولوجية، الثورة الإعلامية، هذه الثورات الكبرى في عالم اليوم أفرزت جملة من التحديات الكبرى التي تأتي على كيان بكسر الكاف، على كيان الصغار المعنوي والمادي، وعلى كيان الأسرة، وعلى كيان المجتمع. لذلك إذا لم نستوعب ولم نرتقي إلى مستوى إدراك هذه التحديات، لا يمكن أن نوفر أو أن نهيئ عوامل المقاومة لهذه الهزات والزلازل. علما بين قوسين أنه زمان كانت التربية بسيطة، يعني فالمسجد يربي والأسرة تربي والشارع يربي، وكل هذه تتضافر جهودها في غرس القيم وفي مرافقة الصغار وفي رعايتهم وتوفير أسباب التوازن التربوي للصغار. ولكن عالم اليوم صعب جدا، هذه القيم التي تهب من هنا ومن هناك، هذه الثقافات التي تأتي من بعيد، هذه الثقافات التي لا صلة لها لا بديننا الحنيف ولا بأصالتنا ولا بقيمنا، حتما لابد أن ندرك هذه التحديات، وإدراك هذه التحديات في الحق عامل أساس. الأمر الثاني، لابد من تقديم البديل كما قدم أخي عبد القادر قبل حين، لابد من تقديم البديل المقنع، لأنه بلاك يعني ذراري نتاع الزمان يعني بتوجيه وبإرشاد هكذا من الوالدين، مؤسسة الأسرة أو من المعلم أو المربي، ربما هذا يكفي، ولكن الآن لا يكفي إطلاقا. صغار اليوم يتطلع يعني لابد من تقديم الإقناع، لابد من إقناعهم. إذا لم يقتنعوا، إذا لم يلتمسوا البديل المقنع، سيرفضون ذلك وبكل قوة. لذلك كثير من الأسر الآن، خاصة بالنسبة للأسر للوالدين، استقالوا، إما كما قلت يعني عندهم أشغال وكذا وكذا، ولكن هناك استقالات يعني. وفي ظل هذه الاستقالات هؤلاء سيدمنون على هذه التكنولوجيات ليل نهار، وفي النهاية يكبر الهم، وبعد ذلك تصعب المعالجة. لذلك لابد، في الحقيقة أمر خطير جدا، لابد أن تتضافر جهودنا جميعا. وهكذا يا ربي، نهار اللي قال الشاعر العربي زمان، قال متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لو تصورنا سيناريو معين هكذا صغير أمامنا، يعني ولكن في 10 ولا في 15 ولا نحدثه ونرشده، هو حاكم هذاك الجهاز من يديه. يعني في اللحظات التي نحن نقدم له التوجيه والإرشاد، وفي تلك اللحظات هو يستقبل رسائل دمار ممكن تبعده عنا بعد السماء عن الأرض. قد يستمع إلينا هكذا ولكن بلا وعي وبلا فهم وبلا إدراك لما نقول. فالأمر صعب جدا، لذلك لابد أن نواكب هذه التكنولوجيات، ولابد أن تقدم البدائل. والتكنولوجيات الآن والحمد لله في تطور من الناحية الإيجابية، يعني هناك من يحصن أن أولاده بطريقة التكنولوجيا المعاصرة، ولكن من يعرف ذلك؟ فهناك من لا يعرف إطلاقا. فأعتقد للختام يعني الأمر صعب، وربنا قال في القرآن الكريم وقل اعملوا، فالعمل هذا مطلوب منا جميعا، وأن نتعاون، وربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا انفلت من هؤلاء الصغار فضياعهم يؤدي إلى ضياع أجيال عديدة. لذلك يقول الحكماء ضياع الكبار يؤدي إلى ضياع جيل واحد، ولكن ضياع الصغار يؤدي إلى ضياع أجيال عديدة. إذن فلا بد أن ننتبه، ولا بد أن نتعاون، لا بد أن تتضافر جهودنا جميعا من أجل على الأقل التخفيف. فكما قلتم يا أخي طه، ما لا يدرك كله لا يترك جله، ولكن لابد أن ندرك يقينا بأن زرع تلك القيم، تلك البذور في هؤلاء الصغار ستثمر إن شاء الله في يوم من الأيام، ستثمر، هذا يقينا في الله عز وجل. وإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع.
لأن الله عز وجل وهو خالقنا يعلم بأننا ضعفاء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي أمرنا بقوله اتقوا الله حق تقاته، كما في سورة آل عمران الآية 102 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهو الذي أمرنا في سورة التغابن في الآية 16 واتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك لابد أن نتأرجح بين هذين المستويين في النهاية، إذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع من خلال بذل عناية لا تحقيق غاية، فنحن ملزمون ببذل عناية، أما الغاية نتركها لله عز وجل، علينا باتخاذ الأسباب وعلى الله النتائج. فإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع. بارك الله فيك، حسن الله إليك شيخ سعيد، الله أن ينفعنا بما سمعنا. مشاهدينا الأعزاء تواصلوا معكم في هذه الساعة من الزمن برنامجكم هل سألوا، أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا اللحظة، ومرحبا باتصالكم وتواصلكم معنا لطرح انشغالاتكم الشرعية والفقهية. يونس إذا كان هنالك اتصال على بركة هلو. الله نعم أهلا وسهلا بك، من معنا أختي؟ حصة تاع هل سأل نعم القرآن. نعم فضلي أختي كريمة، من معي والاسم من أين؟ أنا حورية متباز. أهلا وسهلا بك أخت حورية، تفضلي سؤالك. إيه خويا بغيت أروح للعمرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إيه وقالوا لي يلزم لك محرم ولا زوج تاعي مات. نعم شو عمرها؟ عند خويا راح وما قاليش، وبغيت نروح معاه. عندي وليد خالتي، وليد خالتي خوه اللي كبير عليه بثلاث سنين تراضع معايا، ما تراضع يا نويه الا نقدر نروح معاه. نعم شيخ واضح لي سنه لك استفسار. نعم عمرها كم؟ شحال في عمرك اختي الكريمه حوريه؟ في عمري 58. الله يكبر. واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه. عندك سؤال ثاني اخت حوريه؟ عندي سؤال واحد اخر. نعم عندي سنك سؤال تاع عندي نهار شربت حبه كاشي تاع دواء محسوب كنت عارفه في رمضان، شربتها كي شربتها من بعد رجع ذاك النهار، بصح قالوا لي لازم عنده بزاف، هذا دوك عنده 36 سنه. دوك انا رجع ذاك النهار فمسم. قضيتي هذاك اليوم؟ قضيته فمسم مور رمضان. نعم طيب، وهذا الدواء منحه الطبيب ولا؟ ايوه حبوب منع الحمل. نعم طيب واضح السؤال، ان شاء الله تسمعينا الاجابه. يعطيكم الصحه. شكرا جزيلا، بارك الله فيك حوري على الاتصال. نعم مرحبا، من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بك اختي الكريمه. يعني حصة هل سألوا؟ نعم هل سألوا، تفضلي اسمك ومن أين؟ سميرة من بيتي. الله يبارك، تفضلي أخت سميرة بسؤالك. نعترضه أنا على المباشر. نعم راكي مع المباشر سميرة، تفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول أستاذة، يعني نلت على جنابة وعندما أصبحت يعني دخلت في فترة الحيض، يعني كيف سأقضي هذا اليوم؟ كيف؟ عاودي لنا من فضلك سميرة، ارفعي شوية صوتك. نمتي على جنابة. نعم عندما أصبحت يعني في وقت الفجر وجدت أنني في حيضة. نعم. السؤال الثاني على زوجي. أيوة. هو يعني مستهزئ كثيرا في شأن الصلاة. نعم. هل أستطيع أن أنتقل اللغة القبائلية حتى أكون يعني مرتاحة؟ نعم تفضلي بكل راحة، تفضلي يعني سامية. يعني مرتاح ويجري معكم. تفضلي يا أختي تفضلي. نعم يركزون بزاف يستهزئون من حكي الواليس. تفضلون لقيت ساعتي بس سيارته يعني الموية نخمق كل الطرق ولم تجدي نفعا. قمت سور ما يخمل الركوع عن السجود يقر كان الله أكبر، ثم بعد أن يفقر يوش هو تجيني يا من صلاة ينسوك سيرية من سعرك صلاة شهرية، بعد أن يسمي يوش هو يلقى الركوع سبحان رب العظيم يعني سبحان رب الأعلى كيك سجود إليك يا ربي ينظر إلى النيات إليك الله أكبر تكفي وإلا إلى الطرب يعني صفي قركان السهزة يشمون بعد أن يتهد
مفهوم الدرء اسكو رسالتي الصحيحه انا خطيت. هذا انا كيف اريد ان اتزوج يعني كيف متى اعمل معه؟ الشيخ مع الشيخ اختار استهزاء ديك والدتي سمعت بيا بمشاكل كبيره وكبيره لحياتنا الزوجيه. بدل المشاكل يا رميز يا اخ. نعم. بدل المشاكل يا رميز يعني السبات تظلي. يا رميز اثر واش ساكنين يعني انسان طيب وخلوق لكن صلاته يعني الاستهزاء في الصلاه. ودائما استدله بقول الله تعالى وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات وقلت دائما احذره قلت اذا ضيعت الصلاه فستجد نفسك في متاهات فكانت النتيجه هكذا يا استاذ والله العظيم نحن نعيش جحيما في حياتنا الزوجيه داخل الغرفه فقط لا احد يعلم بسبب استهزائه للصلاه فهو يلعب بها والله يا استاذ لولا خوفه لانني هددته عده مرات إذا ترك الصلاة أتركه خوفا لأنني سأذهب عندنا ذرية يصلي لولا خوفه هو قالها يعني صراحة قال لي أصلي من أجلك حتى القرآن قد تركها قال لي أنني أقرأه بنية أن أرضيك فقط واضح ربي يهديه ويهدينا هو الآن لو الآن أنا ابتعدت تماما لو أواصل معه طريقتي لأنني كنت معه لطيفة لكن بعدما أصر أصبحت لا أثق ذلك فابتعد عن قراءة القرآن والآن الصلاة هو يركع يقول فقط الله أكبر ما حكم صلاته وأيضا لا يصلي جهرا صلاته كلها سر نعم واضح أرجوكم أساتذة أعطوني نصيحة لابنتكم التي تعيش يعني على شفا الحفرة شكرا ان شاء الله ربي يفارقك شكرا ان شاء الله له الهدايه شكرا جزيلا اخت سميره ان شاء الله تسمعين الاجابه من فضل الشيخ بعد قليل بقي معنا فقط شكرا جزيلا ومعنا ايضا السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا بك اخت الكريمه السلام عليك اخي أنت... اريد ان اتحدث مع شيوخ الكرام نعم تفضلي اعطينا فقط الاسم ومن اين اختي الكريمه امت والله من ولايه خنشله الله يبارك تفضلي تفضلي راكي معنا على المباشر اختي امه الله اساتذتي الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام ورحمه الله اعذروني اني اول مره اتكلم الى هذه القناه المباركه نعم اهلا وسهلا بك تفضلي افتحوا صدوركم حتى تسمعوا اختكم فهي تعاني كثيرا مع زوجها خلافات وكانت الاخطاء من طرفي ومن طرف زوجي ليس مني فقط نعم فأنا اعتذرت فأنا أطلب منه أن نصلح نصلح بعضنا البعض في بعضنا لا يسمع أحد بواسطة ابني الكبير لعدة مرات فرفض ذلك ولا يتحدث إلي ولا يأكل أكلي ويستفزني ولا يعامل معاملة يعني لا يعاملها إنسان لحيوان فأنا لا أخرج من البيت لا أرى السماء ولا أرى الأرض ولا يسأل عني أهلي فهو استغل ذلك الظرف قال لي إن كان عندك إلى أين تذهبي فاذهبين لا يريد الصلح بواسطة بعضنا البعض ولا بواسطة رجال الصلح ولا بواسطة العدالة إخواني ماذا أفعل أكاد أجن ماذا تنصحوني وما ودعوا لي رجاء منكم أن تدعوا لي أن أخرج من هذه الأزمة فإني لا أكل ولا أشرب لعدة أيام فقط شيء بسيط مع الدواء الحليب لا أشربه والأكل لا أكله إني مفزوعة مرعوبة من هذا الزوج لا أفهم ماذا يريد رفض كل شيء رفض الصلح بأي طريقة نعم أمة الله فقط أنت تدعو لي ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب اختي الكريمه فقط بعض الاسئله اولا عندك سبب واضح لهذه الخلافات كيف بدات هذه الخلافات ما هو عندي اولا السبب الرئيسي سحر التفريق وكان اخوه ساحر يؤذيني يكره اخاه واصبحت انا ادفع الثمن وهو على علم بذلك بان اخاه ساحر ويؤذيني بالسحر المتجدد ولا أخفي عليكم أني أسمع القرآن وأتتبع القرآن القنوات الدينية لأستفيد منهم ولأستعين بكلام الله. طبعا
طيب كم شحال عندكم في فترة الزواج؟ مدة طويلة ولا قصيرة؟ 20 سنة يا أخي، 20 أو أكثر من 20. عندكم أولاد؟ عندنا أولاد، واحد في الجامعة، واحد في الله يبارك في الابتدائي، أخي ابني الكبير يصلح بيننا، لا يريد أباه أن يسمعه أبدا أبدا. ولا أخفي عليكم أني في ليلة من الليالي أتيت إلى الصالة وهو ينام وحده ويغلق الباب على نفسه ويتحدث تحت الفراش بكلام خفي لا أحد يفهمه، وأنا سمعته بأذني لكن لم أفهم ماذا يقول. قلت له لماذا تفعل هذه الأفعال المراهقين؟ فأعطاني الهاتف قال نعم أنا أتحدث لكن مع رجل، صدقني أخي أنا أمامه لم أسمع غير التمتمة، فإذا تحدث إلى الرجل فكيف يسمعه؟ نعم سبحان الله. الرجاء أن تنصحوني وتدعو لي. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربي يفرج. لا تنسوا الدعاء إخواني، لا تنسوني فإني كالغريقة في البئر. نعم إن شاء الله سوف تسمعين كلمة ونصائح، بارك الله وارشادات ودعاء من المشايخ. شكرا بارك الله فيك أمت الله. شكرا على الاتصال. نعم يونس نواصل إذا كان هنالك اتصال. طيب نجيب على الأسئلة. نعم وجود اتصال. نعم من معي؟ السلام عليكم. نعم أهلا وسهلا بك أخت كريمة، مرحبا. سلام. من فضلك الاسم ومنين؟ أمت الله من شلف. مرحبا بك، سؤالك. مرحبا. فيما يخص لي سؤال، لي سؤالين فيما يخص زيارة الأموات. نعم. إلى المقبرة يعني، لا هل يجوز زيارة المقبرة؟ وهل صحيح أن الميت يشوفنا؟ نعم. شفنا قبل حبيت نروح بصح كي انا قلت لهم بحال ما كاش منها هذا الصوالح. نعم. هذا ما كان انا نحوس نشوف ما عند الشيوخ الكرام الى الى بصح الميت يشوفنا ولا يسمعنا هذا مكان. نعم نعم واضح. شكرا جزيلا امات الله بارك الله فيك. الله يسلمك. شكرا بقي معنا، ستسمعين الى الاجابه بعد قليل باذن الله. طيب من معي؟ ممكن آخر مكالمة؟ انقطعت المكالمة، لا بأس يونس نجيبه. نعم لا زال فيه اتصال. نعم مرحبا. ألو السلام عليكم. مرحبا من معي؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وسهلا بك. يا فرحانة مخبصة حذية راني طول عمر. امين اهلا وسهلا بك. شكون معنا الاخت الكريمه؟ كبير وانتم كبير وانتم معجب. نعم من فضلك الاسم فقط ومن اين؟ انا الاخت من سقهرس. سقهرس اهلا وسهلا. للاسف انقطع اتصال الاخت. نجيب على الاسئله. شكرا لكل من اتصل وتواصل معنا في هذه الامسيه الطيبه. الشيخ سعيد بوزري لعل في ذمتكم دين. من الحصة الماضية ورد سؤال يذكر به الشيخ سعيد ويجيب أيضا، تفضل. نعم لك الفضل. في اللقاء السابق يعني في آخر سؤال ورد ووعدنا بالإجابة اليوم. نعم. شرعنا في الإجابة في اللقاء السابق ولكن الوقت وقت الحصة انتهى. فيه زوج غاب عن زوجته لمدة أكثر من سنة تاركا لها يعني مالا نفقة، ولكن بعد فوات هذه المدة رفع الأمر إلى جماعة ومعهم مفتي، والمفتي أفتى بطلب منها لتضررها، أفتى بأن بجواز التطليق يعني، فرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي بناء على الفتوى أصدر حكمه بالتطليق. هذا الذي بلغنا، هذا الذي نذكره من معطيات. فمما قلناه في لقائنا السابق بأن القضية تحكمها أحكام شرعية وأحكام قانونية. أولا من الأحكام الشرعية الضابطة للمسألة مسألة الضرر، يعني لا يجوز شرعا أن يلحق الزوج بزوجته ضررا، لأن رب سبحانه قال في سورة النساء
وعاشرهن بالمعروف. فالأمر واضح، يخاطب الرجال بالمعاشرة بالمعروف، وكما كذلك القرآن يخاطب النساء حينما نقرأ مثلا في سورة الروم الآية 21: ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكذلك الآية التي تخاطب الرجال أيضا في سورة البقرة، ربنا يقول: لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هذه الآية 231 من سورة البقرة. لا يجوز على الرجال أن يمسكوا بالزوجات بنية الإضرار. يعني ذوك باش تكون مشاكل بين الأزواج هذا شيء عادي، هذا من خصائص الحياة الزوجية، بل من خصائص الدنيا باش تكون مشاكل بين الأزواج عادي. في الدنيا كامل كاين مشاكل عادي، مالاش في الجنة، الجنة ما فيهاش مشاكل، لكن في الدنيا فيها مشاكل. ولكن أن يصل الأمر إلى حد الإضرار، يلحق الضرر، رجل يمسك زوجته بنية باش يضرها ويحقرها، هذا لا يجوز. الآية تقول: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، سورة البقرة الآية 231. طيب نروح القواعد الشرعية، نبدأ بالقاعدة وأصلها حديث نبوي شريف: لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة فقهية أصلها حديث نبوي شريف. إذن لا يجوز الإضرار لا وجه على وجه المبادئة ولا على وجه المقابلة. ثم نستنبط جملة من القواعد التي ذكرها العلماء، أذكر سبيل المثال قاعدة الضرر يزال، وقواعد أخرى في هذا الباب. هذه بنيت عليها فكرة جواز التطليق، الحكم بالتطليق للضرر على أن يثبت ذلك الضرر. هذا من ناحية الشرعية باختصار، أجيب بقدر الوقت المتاح. كي نرجع للقانون، مادة مسألة فيها شرع وفيها قانون، أن المادة 112 من قانون 84/11 تنص على الآتي: يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق. يعني بناء يعني في هذه المادة، بناء على المادة 53 الفقرة الخامسة، بمعنى إذا كان هذا الرجل مفقود، إذا كان الزوج مفقودا أو غائبا لمدة أكثر من سنة، الزوجة عندها الحق باش تلجأ إلى القضاء، هذا بتوجيه من المادة 112 من قانون 84/11 المعدل والمتمم، باش تروح إلى المادة 53 الفقرة الخامسة، هذا في القانون. المادة 53 على ما تنص: يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية. فيه مجموعة من الأسباب اللي تسمح للزوجة باش تروح للقاضي تطلب منه التطليق، معنى يطلقها بإرادته، ويسمى هذا التطليق التفريق القضائي. المادة 53 الفقرة الخامسة، الفقرة الخامسة على ماذا تنص؟ تنص على غياب الزوج لمدة أكثر من سنة بدون سنة أو أكثر بدون عذر ولا نفقة. وكي نروح نطبقوا هذه المادة نلقاو هذا الإنسان راه ينفق، ترك لها مالا. العذر لا ندري، احنا لم يأتي السؤال، يعني لم يوضح السؤال هل هناك عذر أو ما كانش عذر، ولكن الذي فهمناه من السؤال أن هناك نفقة. إذن القاضي ما عنده حق يطبق هذه الفقرة، لأنه إلا إذا ثبت لديه الغياب لأكثر من سنة وبلا عذر، وإن كانت النفقة موجودة. ولكن ممكن واحد يقول: ما هي الفقرة اللي يعتمد عليها القاضي؟ نقول يعتمد القاضي على المادة 53 الفقرة العاشرة. الفقرة العاشرة واش تقول؟ كل ضرر معتبر شرعا. ناخذ هذا نشفوا عليه، كل ضرر معتبر شرعا. كي نروحوا للضرر المعتبر شرعا، الضرر قد يكون ماديا كعدم الإنفاق، وهو الأمر المنصوص عليه في المادة 53 الفقرة الأولى، وقد يكون الضرر معنويا، لأنه المرأة إذا كان غاب على الزوج غاب عليها عامين ثلاثة أربعة خمسة، حتى لو كان يبعث لها أموال أم بعد ضرر المعنوي متحقق. إذا كان صبرت الله يبارك
هناك نساء اللي عندهم أزواجهم يروحوا في الخارج وكذا يبقوا سنوات وهي صابرة. إيه كاين هذا النوع من النساء، ولكن إذا كان المرأة لا تريد تقول باللي هذا ألحق بي الضرر ولدي، هل لدي الحق أن أطلب التطليق؟ نقول نعم لديك الحق أن تطلب التطليق شرعا وقانونا. شرعا ذكرنا الآية 231 من سورة البقرة، وحتى عندنا حق نذكره أيضا المادة 229 الآية 229 من سورة البقرة وما يتعلق بالخلع. الخلع هذه المادة الآية 229 من سورة البقرة. إذن كي ندمجوا كاع هذو نلقاو باللي القاضي إذا كان صدر الحكم نتاعو بالتطليق بناء على الفتوى بشرط أن يكون هذا المفتي قد تيقن من حصول الضرر منها ومن ولي أمرها وبحضور جماعة، لأنه عقد الزواج اللي اسمه ربي الميثاق الغليظ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ليس بالأمر الهين أن يقطع هذا الميثاق بكل بساطة، لابد من التثبت والتحقق. فإذا تأكد ذلك كله نقول يصح ذلك، بل حتى ممكن نروح المادة 59 من القانون المذكور. المادة 59 تنص على عدة المتوفى عنها زوجها وهي 4 أشهر و10 أيام، ولكن عدة المفقود الذي صدر بشأنها بشأنه حكم بالفقدان. تدخل المرأة هذه الزوجة زوجة المفقود الذي صدر بشأنه حكم بالفقدان أو بالفقد طبقا للمادة 59. المادة 59 تلحق هذه الزوجة زوجة المفقود اللي صدر في حقه بعدة المتوفى عنها زوجها 14 أشهر أيام، ولكن بعد ما نتبعوا الإجراءات نتاع الوفاة الحكمية في تفاصيل الوفاة الحكمية، مع الإنسان يكون غائب وبعدين مفقود وكذا وكذا، وبعدين في تفصيل إذا غاب الزوج في ظروف استثنائية أو في ظروف عادية. إذا كان في ظروف استثنائية قانون الجزائر تبنى مدة 4 سنوات، ولكن في ظروف عادية القاضي عنده سلطة تقديرية ممنوحة من طرف المشرع باش ممكن يزيد له مدة معينة. بلا ما نذكر في تفاصيل كثيرة يا أخي طه أكتفي بهذا. وكان حبيت نقول في النهاية أعطيت لكم المعطيات الشرعية والقانونية، ولكن أقول ذلك وبتحفظ. على قول تحفظ لابد من حضور الأطراف، إنه في النهاية ظهر الزوج الأول غائب، نسيت أن أقول هذا، ظهر الزوج يعني ممكن هذا الزوج يتمسك، ممكن حتى يرفع دعوى يتابعها جزائيا، بل يتابعها ويتابع ذلك الزوج. ولكن بعد صدور حكم القاضي فحكم القاضي يضع حدا للزواج، ويعتبر من ناحية الشرعية طلاق بائن بيون صغرى. بزاف أحكام سادة الأفاضل أنا عملت هكذا قصدا، أعطينا الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية والأحكام القانونية، ولكن ديروها كل هذا بتحفظ. لابد أن نستمع لجميع الأطراف باش كل واحد يدلي بالمعطيات التي يملكها يومها، نعطي الرأي الذي نراه صوابا، الرأي الذي يوافق الشريعة من جهة والرأي الذي يوافق القانون. بل حتى عند وجود الفراغ، وأعلم علم اليقين هناك فراغات شريعية في هذا الباب، هنا نعود مباشرة إلى المادة 222 من القانون 84/11 التي تنص على الآتي: كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. إن شاء الله بارك الله فيك، شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ سعيد. حرية من تيبازا دكتور عبد القادر تقول في سؤالها الأول: تريد أن تعتمر ولكن ليس لديها محرم، أظن ذكرت ابن الخالة وهي أخوها من الرضاع، هل يمكن أن وعمرها 58 سنة وقد سأل الشيخ عن العمر. شكرا أستاذ طه، نحن الآن لا نتحدث عن عمرها وإنما نتحدث عن ما ذكرته. هي ذكرت السائلة أنها رضعت مع ابن خالتها، فهي تقول هل ممكن السفر؟ نقول لها نعم يمكن إذا ثبت الرضاع. إذا الرضاع هذا ثابت، لأن لقوله تعالى: أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ف مش بمعنى أن المحارم هنا كل هذوك ولاد خالته كلهم خوتك،
الذكوره خاوتك وخاوتك من الرضاع والبنات خياتك من الرضاع، بمعنى موش بمعنى انك لما رضعتي مع ذاك فقر ذاك، لا لا، اللي كبر منه اللي كبر من اللي رضعتي معاه هو خاوتك، واللي صغر منهم خاوتك، ولادهم انت تعتبري بالنسبه لهم عمتهم من الرضاع، وهكذا يعني يجوز لها اذا ثبت الرضاع يجوز لها تروح مع اللي رضعت معاه ولا مع اي واحد من 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 الكبار او من الصغار من اخوانها واخواتها من الرضاع، من اخوانها من الرضاع. ان لم يكن الشيخ، حتى نفترض يعني هذا الافتراض الثاني، ان لم يكن اخوها من الرضاع، والله اذا لم يكن الشيء الذي نحن نتحدث عن الفتوى ولا نتحدث عن ما تقوم به الوكالات، ما تقوم به الفتوى، فنحن عندنا العمرة سنة وليست واجب، فالحج الواجب هو الذي يجوز للمرأة فيه برفقة المأمونة تروح مع مجموعة من النساء أو مع الوكالة أو كذا، يعني فيها نساء على خير. أما بالنسبة إلى العمرة فلا تسافر إلا مع ذي محرم لها، ولكن ما دام تقول لدخلها رضت معه فالحمد لله فرجت، نعم موجود الفرج ان شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سؤالها الثاني معكم الشيخ عبد القادر. اللهم الا في حالة واحدة، نعم، عندنا وهي النذر، الا اذا نذرت ان تعتمر تقول لله علي نذر، فهنا اصبحت لي واجبة ولك الحج، فانا تروح مع محرم او تروح مع رفقة مأمونة. نعم بارك الله فيك. سؤالها الثاني تقول افطرت في رمضان بسبب الدواء، تقول حبوب منع الحمل. والله ما عسينا نقول ذاك الآن، هي تقول أفطرت بمعنى أنها تعمدت أن تشرب الدواء بعد الـ بعد الـ بعد طلوع الفجر الصادق، لأنك لما نقول الدواء، لأن تبارك الله فيك أنت سألت، هناك دواء لمنع الحمل وهناك الدواء الذي هو بسبب المرض، الدواء الذي هو بسبب المرض فهذا إذا الطبيب قالها تشرب وجوبا تشرب، ولكن دواء بسبب منع الحمل هذا آخر، هي أراد أن تستدرك حتى لا تحمل، وهذا فرق بين هذا وذاك. فاحنا وش نقول لها؟ نقول لها الآن ما دام هذا الأمر قد مضى عليه سنوات، يعني تقول عنده في سنوات عديدة وصامته، فنقول لها تستغفر الله سبحانه وتعالى، ما دام أداته تستغفر الله وتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منها، لا نكلفها الآن شيء إلا ما قامت به إن شاء الله تعالى. ربي يرحمنا ويرحمها ويغفر لنا ولها إن شاء الله. آمين آمين رب العالمين. بارك الله فيك شاب القادر، شكرا جزيلا لكم. سميرة من بجاية في سؤالين. سؤال الأول الشيخ سعيد تقول نامت على جنابة واستيقظت على حيض. نعم لا شيء عليه، هي نامت على جنابة. فالنوم على جنابة ليس بالأمر المحظور، ثم استيقظت فجرا لأداء الصلاة، يعني حتى ولو لم تكن حائضا ترفع الجنابة بالماء، نعم، بالغسل بالوضوء الأكبر، ولكن إذا تعذر ذلك فالحرج عليها مرفوع، تنتقل من الطهارة المائية وهي الأصل إلى الطهارة الترابية وهي البدل، فتيمم صعيدا طيبا، مش مفوتاش وقت صلاة الفجر، فيجوز لها أن تصلي أن تؤدي صلاتها بالتيمم، فإذا تيممت فقد دخلت في الطاعة وفي العبادة بوجه مشروع. أما أن وجدت نفسها يعني حائض انتقلت من عذر إلى عذر فالحرج عنها مرفوع، لا شيء عليها إطلاقا. نعم. سؤالها الثاني عن زوجها، نعم، وعن تهاونه في الصلاة. بقدر ما قبل نجيب الشيخ عبد القادر أخي طه، يعني قل يعني هذا النوع من النساء ربي يجزيكم خير، يعني تتألم لحال زوجها، يعني شيء جميل جدا، يعني هي خايفة على زوجها لأنه ما يصليش، يعني أو يصلي بطريقة مش مليحة، يعني يستهزئ بالصلاة، لأنه الذي يفعل هكذا بيقين هو يستهزئ، لأنه رب سبحانه أمرنا قال أقيموا الصلاة، باش واحد يقيم الصلاة لازم يحرص باش يوفر أسباب أداء الصلاة بالوجه المشروع بالوجه الكامل بقدر الإمكان، والصلاة عماد الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما نحاسب عليه يوم يعني هي الصلاة، إذن الصلاة ليس بالأمر الهين، وفي حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، بعد التوحيد بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله تأتي الصلاة،
تلك الصلاة أمرها أمر كبير جدا. فأنت يا ابنتي أشكرك جدا على حرصك وعلى غيرتك على الدين وعلى الطاعة، وأنك تقلقتي على زوجك بسبب الصلاة. نقول لك بارك الله فيك، ولكن يعني كاين ربي، ادعي له إن شاء الله ربي يهديه. أما بطريقة اللي راه يصلي بها غلط، يصلي جميع الصلوات سريا سرا فهذا أمر غير مقبول. هناك الصلوات الجارية، يصلي الصبح جهرا ويصلي المغرب جهرا، طبعا أقصد ركعتين، الركعة الأولى والثانية، وكذلك العشاء جهرا، الركعة الأولى والثانية، وباقي الصلوات يعني وباقي الركعات يعني يكون سرا. أما أنه يصليهم قاع سرا باش ما تسمعوش واش يقول، وهذا عين الاستهزاء بالصلاة، هذا عين الاستهزاء بالصلاة. وأما أنه في الركوع ما يقول غير الله أكبر، وفي السجود غير الله أكبر، ما هكذا يعني. هذه الأمور أمور بديهية، أمور مسلمات بسيطة جدا، حتى اللي ما قراش ولا شيء والناس كبار وكذا يتعلمون قليلا، فيعرفون ماذا يقولون في الركوع، ماذا يقولون بعد الرفع من الركوع، وماذا يقولون في السجود وهكذا. لذلك هو مستهزئ بيقين. ثم باش يقول لك نصلي على جارك وكذا، هذا غلط يعني. هذا لابد أن يراجع مكامن الإيمان في قلبه. ربي قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أو ماشي هكذا برك، صلاة تكون لله وضمن ربي، ماشي يهمني معليش يهمني أعطيك مصحة مبارك ربي هيد سميك ثايض تقلقض ثلفت ذاغ في الذام قرآن مبارك ربي كم يعوز ربي ما شاء الله. لقد يحمد ربه يشكر، أذي يحمد ربه يشكر يعني ساثم طوثم خميني في دي سميكتين في الطعار ربي باش يعني يذي ذبع بريد ربي سبحانه وذا بريد سلامة ورثكين داما. لابد أن يشكر الله عز وجل لأنه وجودك معه هذا صمام وأمان. أما أنه يقول لك هذا الكلام مرفوض يعني، الصلاة لازم تكون لله سبحانه وتعالى. وبعدين طرحت مشاكل زوجية بينها وبين هذا أدى إلى مشاكل زوجية. نقول لك يا بنتي واش نقول لك الآن، أنت قلتي طيب وخالق هكذا قالت. نعم والله هذا النوع يعني كيف يعني واحد يكون طيب وخالق حاجة مليحة، ولكن لازم هذه الطيبة وهذه الأخلاق لابد أن تتجلى في الصلاة وهي عماد الدين. أو كيف يكون عنده أخلاق طيبة وكذا ولكن مع ربي ما يكون بهذه الطريقة، ولكن ما ينفعش هكذا. هذا الإنسان ننصحك يا سميرة ما تقلقيش، ما تمرضيش روحك، شوفي له إمام، شوفي له واحد من العائلة من الأقارب من الأصدقاء اللي قريب ليه، لأنه لابد أن ينصح. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، وهو غافل. ربي قال ولا تكن من الغافلين، وكاين النوع اللي يغفل بالنسبة للأمر عادي 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 حتى يروح. كي قالت هذه الكلمة ذكرت واحد الواقعة، واحدة عجوزة كان زوجها ما يصليش، هذاك النهار قالت له شوف يا تصلي يا نخليك. وسبحان ربي يعلم أروي هذه الحكاية للعبرة. نهار اللي حرصات وقتل هذا رأي الأخير، يا صلاة يبقى على خير، راح توضى باش يصلي مات ولم يصلي ركعة واحدة. سبحان يعني ترددت في رواية هذه الواقعة التي أعرفها جيدا، ولكن أرويها من باب المنهج النبوي ما بال أقوام. نسأل الله حسن الخاتمة. واحد يصلي لربي سبحانه عز وجل. انت ذكرتيه صحيت، ربي قال في سورة الذاريات وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، كل واحد منا ينسى. قال ربي واذكر ربك إذا نسيت، ولكن بنتي شدي في ربي ودعي له، وندعي له جميعا إن شاء الله بالهداية. نسأل الله أن يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه، وأن يحبب إليه الصلاة ويفوق الطاعات. وشوفي أي واحد يعني استعيني به بعد الله عز وجل باش يعاونك معاه، وإن شاء الله ربي يهديه إلى جدة الصواب عاجلا لا أجلا، وتولي حياتكم إن شاء الله تنتهي إن شاء الله بالخير وبالسعادة وما تكونش جحيم. ثقي في الله عز وجل، ربي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نسأل الله عز وجل أن يحبب إليه الإيمان عاجلا لا أجلا، وأن يهديه إلى سواء السبيل. أمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا وحسن الله عليك فضلك الشيخ. أمت الله من خنشلة دكتور عبد القادر، سؤالها غريب عن يعني علاقتها بزوجها، تقول خلافات الزوجية، ابنها الكبير يحاول إصلاح بينهما ولكن الأب لا يسمع إليه، حالتها شديدة جدا، تقول لا يتحدث معها، لا تخرج من المنزل،
لا يريد الصلح إلى غير ذلك من بعض التفاصيل التي قدمتها، وبينهما 10 سنوات كما يقال، 20 سنة زواج وأزيد من أظن 3 أو 4 من الأبناء. نعم أستاذ طه، هو عادة يعني في كثير من الأحيان، دائما في كثير من الأحيان أو في ممكن في كثير من الأحيان الأب دائما لا ينظر أن الابن هو الذي ينصحه، هو يطلب منه أن يصلح بينه وبين أمه. كان بعض الأباء يعوق على يحشم من وليده، كي توصل وليده توصل الابن أنه يسي يحشم ويرجع للطريق إلى آخره، لكن كان بعض الأباء لا ما عندهمش يزيد يتعنت يقول لك أنت يا وليدي وليد البارح وكذا وجي توري لي طريق وتوري لي تعلمني. فاحنا نقولها لا، هذا الطريق أنت جربتيه، المفروض يكون طريق آخر. كاين الناس أهل الخير من أهله، للناس اللي يحشم منهم من أهله، هذو اللي الإنسان يهضر معهم. أسمحك فضيلة الشيخ عبد القادر، ننصت وإياكم مشاهدينا الأعزاء إلى أذان صلاة المغرب حسب توقيت الجزائر العاصمة وضواحيها. مغرب. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. قبل الله الصلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. برنامجكم هل سألوا دقائق معدودة تفصلنا عن نهاية هذا المباشر. أمة الله من خشلة، من خنشلة، يجيب دكتور عبد القادر عن سؤالي. قلت فقط باختصار، قلت لعل ربما هو لا يعطي اعتبار لولده يعني أنه هو يصلح، فأنت شوفي طريق آخر من أقاربه، من الناس اللي يحشم منهم يعرفهم ولا من أصدقائه وأصحابه إلى آخره، وجربي شوفي. ولكن لكل شيء له، احنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون له حل وله حد. ولكن اذا كانت هذه الحياه تعيسه والحياه مع المرض وكذا وتقلقي، فلا بد ان تفكري في حل جذري. يعني الانسان ربي فاني قال ان يتفرقا، يعني ربي كما قال امر بالجمع بالناس ان تعيش، قال سكن، يعني هم أن الزوجية سكن، فاني قال إني تفرغ يغني الله كل من فضله. يعني فاني بعض الأحيان قد يكون الطلاق سببا، احنا ما مش متمني للسيدة هذه أمة الله من خشل أن يكون ذلك، لكن في بعض الأحيان يكون الطلاق هو الحل الأسلم لكل لهذه المشاكل، فما نتمناش. ولكن احنا نقول هلا أنت جربي معه مع غيره،
مادام وليده وكذا جربي معها شوفي كل الاسباب، ولكن ما تعيشيش على امل وما تعيشيش في الجحيم. فكري مليح مليح وانت اختاري الان وليدك المكبر الله يبارك بسم الله ما شاء الله، وهو سيندم شي انت اللي غادي تندمي في يوم من الايام. الله يهدينا ويهديه ان شاء الله. امين رب العالمين. صلى الله له الفرج ولزوجها. نعم الله يفرج عليها الهدايه. بارك الله فيك. شكرا جزيلا فضيله الشيخ سعيد. امت الله من شلف. سؤالها الاول، زياره الاموات او زياره القبور، هل هذا الامر جائز؟ نعم، زياره القبور مشروع للرجال والنساء، للذكور والاناث على السواء. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في الحديث منع زيارة القبور سابقا لمقاصد وحكم، ولكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فزوروها، المقصد هو فإنها تذكركم الآخرة. إذن الذكر والأنثى، الرجل والمرأة، الجميع معني بهذا الحديث. إذا زار المقبرة يدعو للأموات وأجره عنده أجر عند ربي سبحانه عز وجل، ثم يتذكر الآخرة، ذلك العالم الذي سنصير إليه في مستقبل الأزمان، فهم السابقون ونحن اللاحقون. فهذه رحلة الخلود التي تبدأ بالموت. إذن فجميع الجميع منا يعتبر بزيارة القبور فضلا عن الأجر الذي يناله هذا الزائر، إنما بالنسبة للنساء هناك حديث يعني يمنع كثرة الزيارات، هنا ينصرف المنع إلى كثرة الزيارات. أما زيارات هكذا أحيانا فالأمر مشروع لا شك في ذلك على وجه القطع واليقين. بارك الله فيك. الميت هل يرى ويسمع حديث الناس؟ ليس هناك أدلة تثبت ذلك على وجه الإطلاق. وإذا هناك رأي، وإن كان هناك رأي فقهي يقول ذلك، وإذا حصل ذلك فالله على كل شيء قدير. المعلوم بيقين أن الأموات يستفيدون من الأحياء، الأحياء يدعون للأموات. ربي علمنا في سورة الحشر الآية العاشرة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وينتفع الأموات بالصدقات وبالعمرات هناك طاعات كثيرة. بارك الله فيك. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سعيد بوزري، أحسن الله إليكم. دكتورنا الفاضل دكتور عبد القادر بن عزوز، شكرا جزيلا لكم على كل ما أفدتمونا به في هذه الحلقة. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على كرم الإصغاء والمتابعة. شكرا للفرقة التقنية والمخرج يونس مسيلين. غدا لقاء جديد برنامجكم هلا سألوا. لا أنسى أيضا أشكر أيضا مترجمة إلى لغة الإشارة الزميلة زينب. غدا لقاء جديد.